الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتواصل وإياكم وهذه الحلقات المباركات مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن نعيش في خضم هذه الأيام المباركة، أيام النور، أيام الدعوة إلى الله، حينما نسمع بذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا زالت كاميرا قناة صلاح الدين الفضائية هي محل موطئ قدم في الموصل المباركة، موصل نينوى، موصل سيدنا ذو النون ومن معه من الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصالحين. لذلك نحن الآن مع منشد من منشدي وحادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حضرة وجناب الشيخ الدكتور الله يحفظكم ياسين المبارك ومن معه، فالكلام لكم. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جناب الدكتور في مدينتكم الموصل الحدباء. نعم، أنعم وأكرم. بلد الله، بلد نبي الله يونس عليه السلام. أرحب بكم أجمل ترحيب، إن شاء الله وتكون حلقة ممتعة بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن يكون الكلام بمدحه عليه الصلاة والسلام. دمتم بخير وصحة وعافية. حياك. نتشرف جناب الدكتور باللقاء مع جنابك وحضرة المنشدين المباركين، لكن هل بالإمكان تقدم لنا أسماء؟ إن شاء الله. أخونا الحبيب محمد الحلبي إن شاء الله، والأخ مصطفى الربيعي، والأخ السيد مهند النعيمي، والأخ محمد الزبيدي، حياهم وحياكم الله، وأنتم إن شاء الله ضيوف بل من أهل قناة صلاح الدين الفضائية، وإن شاء الله ستمتعون آذاننا وآذان المستمعين والمشاهدين كذلك، لأن ستعرض إن شاء الله في إذاعة FM صلاح الدين. جناب الشيخ، الموصل العريقة المباركة امتازت بمشايخها ودعاتها ومنشديها. نعم. لأن مهما تكلمنا عن الموصل فنحن مقصرون بحقها وحق أهلها وحق علمائها ودعائها، لكن أنتم قد اختصكم الله سبحانه وتعالى بأن تكون حداة للمصطفى العدنان، صلى الله خير الله إن شاء الله من مثل مع أقرانكم ومع أساتذتكم ومشايخكم ومشايخنا هم جميعا في هذه الرحلة الطيبة المباركة، رحلة إيصال الصوت العذب بحق حضرة سيدنا المصطفى العدنان. فكيف بدأت هذه الرحلة مع جنابكم ومن هو معكم، وعلى يد من أخذتم هذه الأمور المباركة والمدائح النبوية الطيبة؟ نعم، طبعا كما تعلم الموصل، وهذا ديدا طبعا الموصل تحتفل بهذا التاريخ العريق اللي هو تاريخ المدائح النبوية الشريفة، ومن طبيعة أهل الموصل عشق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فترى أهل الموصل يتغنون بمدح الحبيب المصطفى حتى في المناسبات، مو شرط يعني في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما حتى في الأعراس وفي الختان وفي كثير من المناسبات ترى أهل الموصل يقيمون هذه المناقب النبوية الشريفة. أما بالنسبة للتاريخ الذي استمريت فيه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ولله الحمد نحن سلسلة يعني عن الوالد، عن جدي فيصل رحمة الله تعالى عليه، أخذنا طبع المدح إن شاء الله، وما شاء الله أصحاب أصوات جميلة، يعني الوالد ما شاء الله من المداحين بهذا الأمر. نعم، من المداحين المعروفين يعني في الموصل رحمة الله عليه، عاصر كثير من المداحين القدماء، مثال ملا صالح، ملا حمدون، ملا سليمان، حتى القدماء والمحدثين يعني مثل ملا طه الحبيب، ما شاء الله، سيد غازي البدراني، ما شاء الله، كثير من المداحين القدماء. وإلى أن الحمد لله تمكنت من هذا. نعم، أخذت هذه الصنعة، صنعة مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نعم الصنعة. نعم الصنعة إن شاء الله. عن الوالد وإن شاء الله راح تسمعوا نسمع كثير. جناب إن شاء الله. نسمع إن شاء الله. الله يحفظكم. ترجل بالمدينة يا غريب، لقلبي
بين أبطحها حبيب ترجل عند طيبة والتمسها وأنشد بالتماسك ما يطيب وسلم على من في الشدائد نرتجي أبا الزهراء بعيد عنك إرم تتجافي وفي العينين إن تدنو قريب فيك كل ما يرى حسن يا يا عيني جل من بي عليك من والله فيك كل يرى حسن يا عيني فيك كل ما يرى والله يا قلبي من فراق الحب أن ليس لي سوى دمعي ثمن وأعد لنا حديث من ملأ العيون بالمنن أحمد الذي سن السنن نتقي بي أولى المحن من لي فقده الجذع حن من لنا إذا ضاق الزمن نتقي بي أولى المحن من لي فقده الجذع حن ما سما وسما وسما
والفتى علي المؤتمن وابنيه الحسين والحسن حب أحمد قلبي والفتى علي المؤتمن وابنيه الحسين والحسن والله تعالى عليك فتوح العارفين. نسأل الله سبحانه وتعالى بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع عنا الوباء. آمين 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 يا رب. ويرحم الله من قال آمين. جزاك الله خير جناب المرشد والدكتور. لقد أتحفتنا وأنا قلت من جئت إلى هذه المدينة المباركة العريقة الطيبة حتى مرشديها لا يلفظون كلاما أو بيتا للشعر إلا وفيه دعوة إلا وفيه تعليم إلا وفيه تفهيم إلا وفيه نصرة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. جنابكم قد أخذت هذا من فم والدكم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع الحبيب المصطفى السامعين والحاضرين. دائما قصائد أنت تأثرت فيها وترددها على لسانك على بالفرح بالمناسبات الطيبة بالمولد. ما هذه القصيدة؟ والله الحمد لله القصائد كثيرة، لكن يعني يجب على المنشد أو المداح أن ينتقي الكلمات. نعم. لأنه تعرف جنابك حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هنالك كلام منتقى أكيد من سلامة اللغة وسلامة التعبير وسلامة اللفظ. نعم. يعني كثيرة هي القصائد، لكن من أجمل القصائد التي تأثرت بها وكان سجلتها في زمنها وعرضت على كثير من القنوات هي بخاري في مسلم ورد عنه ما شاء الله محمد بين قبره أو في رواية في روضه بين قبره ومنبره جنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نسمعه. نسمع إن شاء الله. السلام.
يا عيني وعلمنا. وسلم. وهكذا هي المداح في الموصل تتغنى بحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشمائله وبصفاته. ولا ننسى أيضا الصحابة الكرام بل حتى آل البيت، وكان عندي ألبومات كثيرة في مدح آل البيت. يعني آل البيت مو مختصين في طائفة معينة كما تعلم دكتور، للإنسانية. نعم نعم، هي للإنسانية جمعاء. حتى كان عندي ألبومات خاصة تسمى بحسينيات آل البيت. إن شاء الله نسمع بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فتح الله تعالى عليك فتوح العارفين، ثبتنا وإياك وحشرنا والسامعين وجميع المسلمين مع حضرة المصطفى العدنان. جزاك الله ألف خير. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. في ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، عندك ما يكفيك
وأنت تطلب ما يضغيك. ابن آدم، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. ابن آدم، إذا أصبحت معافى في جسدك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفا. أهلا بكم الجديد أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة الخاصة عن ذكر سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بأيام مولده المباركة، وهذا الإنشاد الطيب. جناب الشيخ، لقد ذكرت لنا قبل قليل أنك تمزج ما بين محبة سيدنا النبي من خلال هذه الأناشيد المباركة والمدائح الطيبة مقرونة بذكر آل البيت الأطهار، وهي هذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، أن حبه وصحابته الكرام وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. امزج ما بين محبة سيدنا النبي، ادخلنا على آل بيت الأطهار بما يفتح الله تعالى لك. على ضيم وسعيد النادى
الحسين على ضيم سنتم على ضيم على ضيم على ضيم الله اي والله كفو يا سيف المجرى على ضيم الكفر يوم اصبح بيد اللواء لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار طه ينادي أمتي يوم الزحام فاز من صلى عليه كل ليل ونهار لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار اذكروا آل محمد كل ليل واذكروا ما كان منه يوم بدر وحنين إنما باسمك حيدر همة للسالكين أسد الله وسيفا للمريدين منار لا فتى إلا علي لا سيف يا من أقامك على كل الرجال وعلي تغفر ذنوبي إلهي ارجع حيدر علي علي زوج البتول الذي داح اليهود الباب الباب تقوى وكرامة ونسب حارت في الألباب 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 مسن الوغن يا أسد جئت بصد الباب ما لي سواكم ترى يا ذا المقام العليم ويا الماشي بطريق حسين قولوا لي الطفوف منيح صواب حيل اذاني وما وجد بعد بالعين الماشي بطريق حسين قولوا لي الطفوف منيح صواب حيل اذاني وما وجد بعد بالعين الماشي القرب محتار دم من الجبد جرى عمي انتهت دلوني القفوف منيني الماشي بطريق حسين قولوني القفوف منيني صواب حيل الذاني ما
فتح الله تعالى عليكم يعني هكذا الله يحفظكم آمين وإياكم. تتنوع القصائد في الموصل من مدح الحبيب المصطفى إلى مدح الصحابة إلى مدح آل البيت وكثير من المواضيع الآن دخلت حداثة كثير من المواضيع دخلت في القصائد والأناشيد مثل تعليم القرآن الحث على حفظ القرآن الكريم كثير من الأمور الحث على بر الوالدين على الصلاة يعني هكذا المواضيع نعم الهادفة أقصد يعني فلينظر هذا المعترض الذي يبدع هذه الحناجر الطيبة المباركة قرآن مدح المصطفى العدنان آل البيت الأطهار الحمد لله احتواء علوم الشريعة نعم تهذيب الأنفس والأرواح وكذلك الوقوف أمام حضرة المصطفى العدنان والانصياع والاحترام والخلق العظيم الذي توخى من خلق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الأصوات المباركة وهذه الأناشيد الطيبة تصل إلى الأفئدة والجوارح والقلوب والأسماع من أجل أن ينهض هذا الجيل وينهض كل من يستمع بمحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآل بيته الأطهار ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل دكتورنا العزيز. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. فيما اختص به في ذاته بالدنيا صلى الله عليه وسلم انقطعت الكهانة حينما بعث صلى الله عليه وسلم واستراق السمع والرمي بالشهب وبإحياء أبوي حتى آمنا به وبوعده بالعصمة من الناس وبالإسراء وما تضمنه من اختراق السماوات السبع والعلو إلى قاب قوسين. وطأه صلى الله عليه وسلم مكانا ما وطأه نبي مرسل ولا ملك مقرب وبإحياء الأنبياء له وبصلاته إماما بهم وبالملائكة صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبتي من جديد وهذه الحلقة الخاصة عن ولادة سيدنا المصطفى العدنان صلى الله عليه ياسين الفيصل الله ياسين الله. اسم النبي عليه الصلاة والسلام الفيصل السيف إن شاء الله العازم والقوي بوجوه الكفار والمنافقين والمعتدين على حضرة سيدنا المصطفى العدنان آمين يا رب. جناب الشيخ الله لقد الله. نهل جنابكم من حضرة الوالد الله يجعل في أعالي الجنان إن شاء الله مع حضرة سيدنا المصطفى العدنان أخذت منه الكثير قد منه طور كأنما الوالد يمدح والله وإذا جنابكم احتنا على الرباني إن شاء الله تعززها بأمور مصلاوية حلوة جميلة إن شاء الله والكلام لكم جزاكم الله كل خير Oh,
على المصطفى الهادي وافرح بالبشرى ألف ألف الأجر بالحب تغل فكر ألف ألف الأجر بالحب تغل لم سلسلة وشعر لم سلسلة وشعر ورم من طاي جود الوصال ورم وأقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقول يا حبيب الله جئتك زائرا الله الله فكلي شفيعا يا جل الورى قدر يا بنات نوارها كل كلمح البصر بنات نوارها كل كلمح البصر عاشقي ومن نظر عاشقي ومن نظر ورم من طاغي جود بوصال ورم من النور في وجهه تجد على كتبه النور في وجهه لو تعلموا ما به لو تعلموا ما به من خلقة وأخلاق فاق الجمال من خلقة وأخلاق فاق الجمال حب حلو العيون سود العيون كحلا يا رسول الله حلو العيون سود العيون كحلا من غير جرة ميل يوبا والناس سارت إلى تقطع العيل صلى الله عليه وسلم لو صاح لو صاح لو صاح الله الله لو صاح باسمك نداء كل القلوب تميل تميل واختار شخصك على المخلوق واحد احد mm
جزاك الله خير الجزاء وفتح الله تعالى الجنة. عليكم فتوح العارفين أنستمونا وشرفتمونا حللتم أهلا ونزلتم سهلا نعم أنعم وأكرم في بلدكم الثاني الموصل الحدباء عامر إن شاء الله بأهلها وناسها الله يحفظكم وسائر بلاد المسلمين يا رب. جناب الشيخ بدقيقة واحدة ماذا توجه شبابنا لهذا اليوم الذي قد غفلوا عن مدح سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أنحاء بلدنا المبارك وبلاد المسلمين؟ هذه مسألة مقرون هذا التوجيه بختمك للحلقة، الكاميرا أمامك وأنت تختم الحلقة. الله يحفظكم. والله يعني شبابنا خاصة اللي يمتلك خامة جميلة وصوت جميل،
يعني أن لا يضيعه في يعني في أي مكان. يعني ما لا يوجد أحلى من مدح الحبيب المصطفى أو قراءة القرآن الكريم في بداية الأمر. فالصوت الجميل وغذاء الروح الله أكبر قبل كل شيء، وخلي الماديات بعدين هي تجي تباعا. الله يجيبها. فمدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غذاء الروح. الحمد لله تربينا عليه منذ الصغر واستطعمنا واستشعرنا بهذا الطعم الجميل. وتدعو الناس على ذلك، وأكيد ندعو الناس إلى هذا الأمر. فلا يوجد أحلى من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمامنا في ذلك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله يحفظه. نسأل الله يعني لكم السلامة والشفاء وجميع المسلمين. فنختمها بالدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بالنبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفا، فلنا عونا ومعينا ومسعفا، ضوئنا من الجنة قصورا وغرفا. اللهم إنا نسألك بالنبي المختار وبآله الأخيار وبصحابته الأطهار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، نجنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، ارفع عنا الغلاء والوباء وعن سائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. الله يحفظك. جزاك الله خير الجزاء. جزاكم الله الجنة. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا بمكان الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.